تكسير الشعب الجزائري جات طريقة ممنهجة فريمون ممنهجة طريقة ستركتوري تري بيان اتيدي استراتيجيك اي لا بروف عندنا شباب حاليا مالغري خارج من الجامعة بصح ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد صح ايفولتير سي با سي با لو جون كي ني با انتيليجون لي زانجينيور سون تري انتيليجون كي يجيو الخارج لو بروف سي كو لونيفرسيتي نو كوريسبون ا ريان ليكول نو كوريسبون ا ريان ليدوكاسيون نو كوريسبون ا ريان ما كوريسبون ا ريان شوف فضلوا لنا الهويه تاعنا كذبوا علينا قالوا لنا احنا عرب وحنا ماناش عرب احنا امازيغ امازيغ احرار خلطوها لنا بافكار بطارق الصحراء خلطوا لنا في وسطنا ايديولوجيه اسلامويه شيطانيه ما عندها حتى علاقه بالله عز وجل والله بالرسول عليه الصلاه والسلام منهج شيطاني منهج ال سعود منهج شيطاني خرجوا لنا الحي والرجال ولات تكحل عينيها ويضربوا مسواك وشي با كوا tu vois tout ça c'est structuré car c'est une société حكموا منطقه حطوها سيبلا منطقه القبائل القبائل الزواف القبائل كذا يهود فيهم حتى خلقت شرخ بين الجزائريين اللي هما كل امازيغ تبا للعربيه وتبا للعرب ونقولها بالعربيه الفصحى تبا للعربيه وتبا للعرب فوالا تفضل لا جي اون كاستيون دان دان انترنت كي دي لا بور لا بور ا بري لو دوسو دونك كومون فير pour renverser la situation voilà شوف il faut vaincre sa peur لازم الشعب يتخلص من الخوف لانه الشعب قوه هما ماهمش قوه ايوا الشعب الجزائري هذوك الناس البالسه والجدرميه هم ولاد الشعب على بالكم باللي الشعب كون يزهر على النظام هذا يسقط بصح تحت قياده سياسيه ماشي ثوره وفوضى لازم ثوره ممنهجه بقياده ثوره بقياده ثوره بقياده ثوره بقياده لي زانتيليكتويال نتاعنا الله غالب عليهم اللي في البلاد حتى ولي واعيين وعلى بالهم ما يقدروش يهضروا سين يروحوا للحبس لانه نظام طاغي نظام ماشي ديكتاتوري بوريكراتوري هذه صدا بوريكراتوري في الجزائر مثلا انت تحكي لي على الناب و 300 مليار دينار 300 مليار دينار هذه اسمع ايوه الشعب الجزائر الجزائر توزن ما بين 270 الى 500 مليار دولار في العام الشعب الجزائري يدي مام با الخمس نتاعها هو والجنرالات نتاعو والجنرالات يسرقوا في الخمس دونك حبسوا علينا هاد السرك والهيجان هذا لازم نعاودوا الجزائر تتحرر واملاك الجزائر ترجع للجزائريين تحت قياده السيران ما شوفوا ما عندكمش قياده اخرى تختاروها بنجيبوها من الاخر كون لقيت قياده خير من تاعنا انا نتبعها ما لقيت غير الطحانين الشياتين البراوطيه لي زيسكرو دمي طاريف لي زيسكرو بلامبو الخماج البيعين الحركه لي تراتر سينا قلنا ابريل 22 فيفري بالك هاد الناس هذا هربي فينالمون الاسلاميين مازالوا بايعين خوانا سدي تراتر دونك المذهب الشيطاني نسميه هنا ماشي الاسلامي المذهب الشيطاني دونك شكون هما راشد الفيس قاع في بعضهم الاخرين لا فافاس لا سيدي بكل بزناسه تاع برلمان وتاع ميري وتاع المشاكل هذه تاع شكاره هما ثاني بكل زي لا فلان الباقي القروده الاخرين سي لا ميم شوز يعني اش راح نقول لكم سي او بوبل دو شوازير حنا عندنا الحل وعندنا الطريقه خاصنا الشعب اللي يشكل القوه القاعديه تاعنا دونك حنا محتاجين قوه قاعديه شعبيه نطيروهم ونبنيو جزائر جديده وكاع لي تراتر نقضيو عليهم هذه حكايه عصابه في الحبس هذه خرطي كنت نقول توفيق عمرهم يدخلوا على الحبس والسعيد عمرهم يدخلوا على الحبس وطرطاق عمرهم يدخلوا على الحبس والناس تغني والناس طاح وداروا ضربوا في الحبس اما هانو يا ولدي بركاوكم بركاوكم تبعتوا زي طوطو حمار دي زاد والناس اللي زيهم والله لا على بالهم بربها وين صدى كاع بكل يحسبوا في اليورو والدولار با بلوس وكدا يعطيوهم سيادهم باش ينوضوا ينبحوا كلاب صيد Si le peuple il laisse passer le référendum de la constitution, eh ben il faut s'attendre à ce que هذا السلطة هذه تقوى أكثر من هك وتطغى أكثر من هك هي سرا فوزوبريمي أكثر من هك. باش نتفاهموا أي واحد يصوت فهو حمار يقدر يكتب في باب داره أنا حمار برك أنا عبد أنا إسكلاف نحب العبودية يقدر يكتب في باب داره أنا بيع أولادي أنا بيع مرتي وبيع أولادي يكتبها ليروح يصوت يكتب في باب داره أنا حمار بيع أولادي بيع مرتي
بيع بلادي انا حمار فوالا وما فيها حتى الصفه من صفات الرجوله انا ذكر حمار بيع مرتي ولادي وبيع بلادي اي واحد يروح يصوت واي واحد يروح يخدم في الانتخابات كيف كيف لانه انت اللي تروح تنتخب انت الاداري الصغير هذا يديوك تخدم في البيرو تاع الفوت شكون ياكل في الراجل انت ولادك شكون شاري ما تكفيش انت ولادك شكون عايش في الزبل انت ولادك اللي ما عندوش سبيطار انت ولادك وهم ولادهم ديجا يسرقوا في اللي طيش لهم المستعمر دونك لو مود لا فام سي حسين لو مود لا فا الى تري سامبل مو جو ديفيد جوست اون شوز تفضل 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 جي تكلمت مع 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 مواطن جزائري راه روترات تكلمت معه قلت له احكي لي زعما كي راك عايش بالروترات تاعك قال لي الحاجه الاولى قال لي ديجا باش ندير الروترات تاعي قال لي متمرمت متمرمت قال لي باش نروح نخلص يعني قال لي انا كان عندي لا شونس وجيت لاوروبا وشفت صحابي اللي عندهم ما يمشي روترات قال لي خد عندهم بلوتات في البلاد ويتوشوا اون لوكاسيون في اوروبا قال لي اقسم بالله غرت قال لي روح بلاكارت تاعه يدخل ولا يروح يدير لي زاشا ما يروحش ميم با البيلوت بوست قال لي روح يدير لي زاشا تاعه ويفوت لاكارت تاعه ويخلص قال لي ما يغموش الشعب قال لي انا ديجا باش ندير روترات نخلص دراهمي تاع الروترات قال لي ديفو يعطوني غير نص قال لي ديفو نتمرمد ديفو يولي غدوه الصباح باش عند البيلوت بوست قال لي باش نضحكك قال لي نشري كيلو لحم خطرة في الشهر والله عيب وعار واحد خدم 30 عام ولا 40 عام عند الدوله يخلص اورو 3 يجي يشري بها كيلو ولا جوج كيلو لحم مني زي روحه في الشهر والله عيب كبير وتلقى بالك ولده يقول لك الجزائر الجديده الوغ هو باباه كبره رجعه راجل باش يدافع عن هذه البلاد واليوم هو ينسب لي باباه راه يتمرمد في البلاد هذه اللي حاكمينها نظام فاسد ويقول لك انا راني باغي نبني الجزائر مع الجزائر الجديده مع انا جي في دي فوتو يا مسيو احمدي الناس يهضروا على الجزائر الجديده ومتصورين مع دناب العصابه ومع مع 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 بقايا بوتفليقه كاين ديجا غادي يعرفوا راه يفون سيدونتيفي يا خويا انت راكوك مع اللي حاشاك الزبل اللي خلاه بوتفليقه واليوم تقول لي تهضر لي على الجزائر الجديده دونك فريمون يا با لوجيك فوالا مسيو احمدي يا خويا ميرسي بون جو بونس كو الشعب الجزائري يفهم لو مود لا فان سي تري سامبل اقسم بالله العلي العظيم اللي عندي ايمان راسخ به وبكتابه الكريم اللي عندي ايمان راسخ به بصح ما عندي حتى ايمان بخاري مسلم دونك كتاب الله عز وجل الله عز وجل والله على ما اقول شاهدا لا سول اونتيتي بوليتيك القطب السياسي الوحيد سي المجلس الثوري الوطني لو كونسيل ريفولوسيونير ناسيونال الباقي بكل خرطي ايها الشعب كون معنا تشوف مع بعض واش نديرو فيهم